الان يجهز كرك للشباب. حضر يا طيب دقيقه دقيقه كرك دقيقه يا كرك كرك وش كرع انت؟ كرك ان شاء الله يسوي واحد شاي عبي 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 ها كرك يقلق له كرك امزح الله عليك هذا ابو معاذ هلا والله غلط تفضل يا طيب تسلم تسلم يا بعد هذا وش شنو هذا؟ كرك هذا كرك؟ سو بعد سب واحد سب كرك ماشي واحد والله رتبنا خلاص هذا خلاص شوف جاهز الله يا الكرك ايش باقي من باقي يا شباب؟ والله ما ندري من باقي منهم باقي كرك يا شباب احد كرك يا شباب اثنين كرك واحد شاي اثنين كرك واحد شاي اثنين كرك واحد شاي ممتاز يا بايب النوري ممتاز هذا اللبس خلي الكرك ولي انا اقول لك هذا اللبس العادي اليوم ها بفلفل بفلفل حلو عارفين السلوم عارفين العرب اثنين كرك ها ايش رايك اليوم نوري ايش رايك بطقم اليوم؟ لا طقم ممتاز بس مبين كل اعراضك شو مبين وش؟ الدبه يعني لا الدبه والله مشكله يعني انا اقول لك الحين كل ما شفته راح تركز على الدبه ان شاء الله بس جميل صراحه جميل بس جميل ما شاء الله تبارك الله جميل الكبوس طاقم مع السروال ايه اليوم عنابي اليوم عنابي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شاي كرك فخار فخار ركبوا يا شباب يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله من الاشياء الجميله اللي سوقفتنا في النماص اللي هو شاي الفخار تعال نشوف اباي السلام عليكم شوفوا يا جماعه على فخار هات واحد شوفوا على الحطب ام الفخار في فخار بسم الله شكرا يا ابو معاذ انا اعرف انك كيف شاي اعطني رايك اعرف انك كيف شاي اي والله بالفخار شوفت عينك في نكهه وعندهم بعد حليب كرك اي والله الحين يجيك الحين فكرتهم رايقه والله الله يوسع عليه ويبارك له في النماص على الشارع العام وانت نازل على ابها يجي على يمينك في الناس ما شاء الله يا جماعه خير بعيدا عن الناس قسما بالله يا صاحب الفوت ترك البسيط هذا المتواضع اللي جالسين تشوفونه انه وحيد امه اللي يصرف عليها ولا عنده دخل بعد الله لهذا الشيء فمن حقنا كتعاون وتكاتف ومن حقه علينا ان احنا نوقف معاه لأجل الله سبحانه وتعالى ثم لأجل أمه وبره بأمه الله يوفقك